المشكل ديال استاذ الجليل وهو انه بتاريخ 30/6/2021 بعدما اصبت بألم حاد على مستوى جسدي توجهت فورا الى مصلحة المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي الدولي الشيخ وذلك قصد الدار البيضاء وذلك قصد تلقي العلاجات الأولية. هكذا تقدمت إلى مصلحة المستعجلات من أجل تلقي العلاجات الضرورية اللازمة في الموضوع، حيث أحالني رئيس مصلحة المستعجلات على قسم الفحوصات الطبية داخل الخاصة بالمؤسسة الاستشفائية. بعد هذا توجهت أمام السيدة الموظفة المكلفة بإعداد الملفات الطبية حيث أحالتني بدورها على صندوق لأداء واجب الفحوص الطبية والذي يتمثل في مبلغ 300 درهم، في حين أنني لم أتوفر إلا عن 150 درهم. وبعد هذا توجهت إلى السيدة الرئيسة المكلفة بالإدارة الطبية وإدارة التمريض من أجل حل المشكل، ولكن بدون جدوى، علما بأن هذه السيدة تفوهت علنيا أمام الحاضرين من لأطر الصحة الطبية أنه يجب علي أن أغادر المستشفى للتوجه إلى مستشفى عمومي خارج المؤسسة الاستشفائية. عندك نوبس، عندك نوبس أستاذ، واش من حقكم تستافدوا من الخدمات ديال هنا؟ راه هما اللي قلت لي غتمشي هنا، راه هما قبل ماشي أنا مشات مادام عندي قال لي بون حتى يعني الفحوصات الطبية ما بقاوش عندنا. ولا يعني كاين شراكة كاين بيناتهم، كاين كونفونسيون معاهم. نعم أستاذ. وعلاش واش قدموك الإسعافات الأولية؟ ما بغاوش يديروا الإسعافات الأولية، ما عرفتش علاش. الإسعافات الأولية المستعجلات. حلوني على الطب العام. كونسلتاسيون. قالوا لك دابا ضروري الخلاص. ضروري الخلاص. رغم التوفر ديالك على بطاقة التضامن العام لرجال التربية والتعليم. بطاقة التضامن العام كنوبس. توجهت أستاذ المسؤول. توجهت إلى السيدة الرئيسة المكلفة بإدارة الطب وإدارة التمريض ولكن بدون جدوى، حيث أجابتني تفوهت بصوت علني أمام الأطر الحاضرة بأنه يجب علي أن أغادر المستشفى المذكور في اتجاه مستشفى عمومي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة في الموضوع. هذا ما جاوبتني، حل ما كاينش. بعدها نعم كيف بالكم استاذ وكاين مشكل، واش كاين شي مشكل ما بين هاد الكنوبس وما بين المؤسسه، ولا شنو بالضبط اللي وقع؟ كاين كنوبس، اذا كنوبس بما انها صيفطوني المستشفى معنى انهم راه عندهم مشاركه شراكه مع المستشفى مع اداره المستشفى. وعلاش ما استجبوش؟ ما استجبوش لان هو الفحوصات الطبية العامة كاينة 150 درهم، هما طلبوني من 300 درهم، طب التخصص هو اللي 300 درهم، وأنا طلبوا لي مني 300 درهم، الطب العام طلب مني 300 درهم. وهاد الكروبس دابا كاين اقتطاعات ديالهم؟ كاين اقتطاعات، هي الحجة معايا 2200 درهم سنوي كتقطع ليا. أكثر من هذا على أنني ملف أرسلته عندي، الحجة عندي معايا فيه 1650 درهم لإجراء عملية الزوجة ديالي. ولحد الان باقي ما توصلش. دابا شنو الاجراء اللي اتخذته استاذ؟ الاجراء هو انني كتبت انني تعرضت الى السب والشتم من طرف من؟ والتهديد والعنف العمدي من طرف شخص مكلف بالامن الخاص والذي ادعى بانه شرطي. والذي ادعى بانه شرطي. دابا حطيتي شكايه في الموضوع؟ انا حطيت شكايه للنيابه العامه. حطيت شكايه للنيابه العامه. تم الاحاله ديالها على 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 شي على على الدائره الدائره الدار الحمراء. توصلتي معاهم؟ باقي ما توصلش معاهم. واش
المطلوب ديالكم استاذ دابا المطالب ديالك؟ المطلوب ديالي هو كنطلب المتابعه، متابعه قضائيه وتحقيق في الموضوع واحاله المشتكى بهم امام العداله لتقول كلمتها في الموضوع. نعرف بعد راسي انني انا كرئيس الهيئه الحقوقيه للعداله الاجتماعيه وكرجل تعليم اولا وقبل كل شيء، وان المساله هنا مساله صحه، رجل ديال التعليم وصل لواحد السن ديال التقاعد وبعد واحد الاشاعات، حنا كنقولوها اشاعات لان هذا الشيء ما تحققش على مستوى الواقع، ان كاينه شي كونفونسيون ديال المستشفى الشيخ خليفه مع لاميتيال ديال التعليم. جا هذا السيد كيقول لنا دابا انه جا بغى يتعالج ويدير واحد التصاور ويدير واحد الفحص ماشي خاص ام انه عمومي على كيدير 150 درهم وما طلبوا منه 300 درهم. وكثير من هذا السي حسن انه تعرض للاهانه. بلاتي بغينا نهضروا السي حسن، بغينا نهضروا السي حسن الله يجازيك بخير. هاد الناس اللي مشارطين في كلوبس ماشي هاد الاعداد، عدد ديال الناس متقاعدين. علاش المتقاعد تعطي في الدوله وتيخدم وتيضحي في عمره ونهار تيكبر وتيتعب باش يتعالج تيلقى مشاكل، تيرتاح عيش التقاعد ديالو تيبغي يتعالج تيلقى مشاكل. فعلا هاد الانسان تيقطعوا له 2000 درهم في العام، 2200 في التقاعد ديالو في الشهر في العام. وعلاش هاد البطاقه علاش ما يستافدش منها؟ تعرفوا الناس الانسان تيوصل لواحد 63 سنه خاصو يرتاح، ماشي يلقى مشاكل في الصحه ديالو، يلقى مشاكل في طول حياته، وجيت في ريح التقاعد يلقى المشاكل الاخرى. حنا هذا مشكل مطروح، كنوجهوا كنوجهوا واحد الرساله بعد هذا الاحترام. إن هذا الرجل التعليم خصو يتحترم، هذاك المساوق الى هذا مقري ولا هذاك الحارس هذاك هو اللي مقري. هذه الظاهره، ديال عدم احترام رجال التعليم وكذلك الحقوق ديالهم والواجبات ديالهم، انهم الدين كيأديوا لا ميتيير ديالهم وكيبداو يصيفطوا فيهم، قال لي سير العمومي ولا سير. حنا حنا كنحترموا جميع المراكز الاستشفائيه، ولكن باش انك كتقطع ليا وتجي وفي الظرفيه ديال انني انا خرجت للتقاعد والصحه ديالي ما بقاتش هي هذيك، وتعاملني بواحد المعامله ديال انني راني مجرم. وكما قال الاخ والاستاذ انه قالوا لكم انتم رجال التعليم فيكم الهضره، وفيكم بلا بلا، وانتم بمعنى ان شنو هو الحقوق ديالي انا اللي خدمت في هذه البلاد وقريت وحاربت الجهل انني تعامل معايا واحد الموظف ديال الامن خاص وكيدعي نفسه انه راه رجل امن، هو راه كيقوم المقام ديال الامن الخاص وبدا كيدفع فيه وكيجرجر فيه، هو مريض خارج ديال. والان راه قدم واحد الشكايه للوكيل الملك وحنا كنساندوه كرجل تعليم. انا كنساندو دابا كرجل تعليم، واكثر من هذا كرئيس هيئه حقوقيه، حنا كنساندو هاد الناس وبغينا نتسائلوا واش هاد البطاقه وهاد الاقتطاعات كتفيدنا حنا مرضنا ولولادنا والازواج ديالنا ولا ما كتقضي والو؟ حيت بزاف هاد المساله عادت ظاهره ديال اننا كنتمحنوا في المرض ديالنا ومع الكلينيكات ومع هاد المستشفيات اللي دايره كونفونسيون. وشكرا، وهذا نداء الى رجال التعليم انهم خصهم يسولوا على راسهم. حسن تيهي نائب الرابطه الحسنيه لحقوق الانسان، ومع مآزرنا السي حسن بيه على هذا الملف ديال الاستاذ. بغينا نشوفوا هاد الناس ديال التعليم اللي ربوا وليداتنا وقروا وليداتنا، بغينا نشوفوا فين الطريح والتقاعد، واش هذا هو الجزاء ديالو؟ تيجي مخارط في التعاضديه تيقطعوا عليه شهرين 2000 من العام 2200 درهم في العام. واش هذا الرجل تقاعد؟ متقاعدين كلهم ماشي هذا، تيتقاعد باش يعيش ويمشي يداوي صحته، تيتكرفس في اخر ايامه تيولي مكرفس. علاش؟ بغينا نسالوا الناس المسؤولين علاش هاد الناس؟ علاش ما يكونش حل هاد الناس؟ هاد البطاقه علاش يقطعوا لها شهريا؟ علاش؟ علاش المشكل ديال هاد الناس؟ واش هاد الناس يخلصوا الواجبات ديالهم شهريا ومن تيرتاح تيمشي للطبيب تيتكرفسوا عليه؟ والحال شكون الاب محمد شكون اللي تكرفس عليك في الامن؟ الشخص المكلف، بالامن الخاص بالمركز الاستشفائي مرحبا، تقدم لي بواحد العنف بالسب والشتم والتهديد بالسجن والعنف العمدي
وصرح علنيا امام الحاضرين من الاطر الحاضره. حنا با محمد، حنا با محمد غنأجرك في هذا الملف، غنمشي معك النيابه العامه ان شاء الله، غنأجرك وغناخذ لك حقك، كحنا كحقوقيين، حنا حقك غتاخذو، كنتي كنتي كانوا ظالمينك غناخذ لك حقك. نعم كنتي ظالم كاين الحق كاين القانون. سي محمد دابا انت متقاعد ومؤطر في التعليم ورجل تعليم قديم وخرجتي للتقاعد والان جيتي للمستشفى باش تعالج راسك، كيفاش كيفاش تعاملوا معك بهذه الطريقه؟ انا بغيت نفهم في كاين الخطا ديالك انت اللي تعاملوا معايا بمعامله لا اخلاقيه غير حضاريه والتي تتنافى حتما مع دستور المملكه، مع حقوق الانسان، مع دستور المملكه وحقوق الانسان في دوله الحق والقانون تحت ظل عرش امير المؤمنين صاحب جلاله الملك محمد السادس ايده الله ونصره. شكرا سيدي.